السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم معلمة الفنون البصرية إيمان الشيخ. النهاردة حبيباتي هناخد درس جديد عن رعاء الأغنام. رؤية المدرسة، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. قيمة الشهر المشاركة، قيمة الأسبوع الإخلاص. الإخلاص في العمل فعل خفي لا رقيب عليه إلا الضمير. أهداف درسنا النهاردة حبيباتي، أول حاجة أن تتعرف الطالبة على عناصر التعبير الفني وده الهدف المعرفي. تاني حاجة أن تدرك الطالبة القيمة الجمالية في التعبير الفني وده الهدف الوجداني. تالت حاجة أن تقوم الطالبة برسم رعاء الأغنام مع المحافظة على نظافة الورقة وده الهدف المهاري. ورابع حاجة وآخر حاجة أن تقوم الطالبة بتلوين موضوع رعاء الأغنام تلوينا صحيحا وده الهدف المهاري. مصطلحات درسنا النهارده او عناصر التعبير الفني. عروض التعبير الفني هو 5 عناصر، اول حاجه خط الارض او خط الفاصل بين السماء والارض، ثاني حاجه الخلفيه، ثالث حاجه الابعاد، رابع حاجه الترابط، خامس حاجه الاشخاص. امامكم الان اشكال رعاء الاغنام. نيجي على سؤالنا، أكملي الفراغات التالية. يعتبر نقط ونقط ونقط من عناصر التعبير الفني. الألوان، الأدوات المستخدمة، أول حاجة كراسة الرسم، تاني حاجة قلم الرصاص، تالت حاجة الممحاة، رابع حاجة المسطرة، خامس حاجة الألوان الخشبية والألوان الكلمات. السلام عليكم. دلوقتي احنا درسنا عن رعاء الاغنام. اول حاجة هنعملها خط الارض زي ما احنا عارفين. انا مثلا هعمل خط الارض كده كأن تلال، بالشكل ده. بعد كده الخلفية بتاعت اللي هي الغيوم، الشمس براحتك. انا مثلا ممكن اعمل الشمس هنا، نعمل كمان سحابة هنا. بعد كده انا مثلا قبل ما اعمل الاغنام وراء الاغنام، انا مثلا عايزة هنا اعمل تل. اهو بالشكل ده. كان الشمس طالعة مغطية عن التل اهو. تمام، بعد كده خلصنا التلال. هنيجي على الأغنام، هنرسم ازاي.
على شكل الوصفة، بيبقى على شكل دي كده اهو. اهو كده بعد كده هنعمل بركة مياه مثلا هنا. وبركة مياه هنا. بعد كده راعي الأغنام بيترسم ازاي هنا. مسك العصاية اهو، مثل عصاية هنعمل لبس طاقية. او قبعة مشربين اهي. هنرسم راعي الأغنام هنا كمان بس بعيد، فهنعمله صغير شوية. وبكده احنا خلصنا رسمتنا. نبدأ ايه نلونها ونخططها. نخططها الاول بالاسود وبعد كده نلونها. احنا هنا هنعمل، مش هنخطط كله بالاسود، هنخطط الاشخاص بلون الاسود والاغنام، اما كل الشجر والتلال والسماء والسحاب وكده كل واحدة باللون بتاعها. ازاي يعني؟ مثلا الغيوم لونها ازرق، يبقى ايه هنخططها باللون الازرق. الشجر لون اخضر، بنخططه باللون الاخضر. دلوقتي هنبدأ ايه نخطط الاشخاص. كده انا خططت كل واحدة باللون بتاعها. هنبدأ ايه نلون. هبدأ الون التلال باللون البني الفاتح ده، هبدأ الون الشجر باللون الاخضر. وبكده احنا خلصنا تلوين. اهم حاجة التلوين يكون في اتجاه واحد، ما نتركش اي فراغات بيضة، وتناسق في الالوان. ان شاء الله كده الرسمة بتاعتنا خلصت. إن شاء الله نقابلكم الأسبوع الجاي في رسمة جديدة ودرس جديد. شكرا.